لما بيفيض بيا او ما بلاقيش حد اتكلم معاه، اقرب حد ليا هي والدتي، بروح اقعد نص ساعه ساعه اتكلم معاها في الكل اللي جوايا، اخرج كل اللي جوايا. بمناسبة يعني الأيام دي عيد الأم، فالحاجات دي بتقلب ذكريات، ذكريات صعبة يعني على الواحد. أنا والدتي متوفية من 93، فكل سنة في نفس الميعاد بحتفل بذكراها بس مع نفسي. بس طبعا هما بيحتفلوا بالعيد بعيد الأم، بيجيبوا هدايا وفرحة ومش عارف إيه، لا أنا بحتفل بقعد على بقى صور أمي وذكرياتها، ومحدش بيحس بيها إلا نفسي يعني، أنا مع نفسي ومحدش بيشاركني أحزاني ولا كده يعني مع والدتي. هي بقالها اكتر من 30 سنه، كل سنه في نفس الميعاد الذكريات دي بتتقلب على الواحد يعني، ذكريات صعبه يعني، مش اي ذكرى.